قالوا في الموضوع باش قبيلك جبت على جارديم اللي نعرفوا جبتوا الكلوب ذا اللي في وقت من الاوقات قرحتوا على سليم رياح ليونا جاردين اللي عمل نذكروا كاردو فينال مع موناكو في الشامبيونز ليج. اتصلت فيه وانا في زوريخ وسليم رياح قال لي جيبه لي. عملت مجهود اكبر مجهود تعبت في 24 ساعة باش اسمعني وخدت طيارة معايا وجا لتونس جبته لتونس وقابلته في قمرت مع سليم رياحي قعد معاه ساعتين وكان مقتنع والجماعة الله يسمحهم اللي كان معنا صالح ثابت في العشاء صالح ثابت سمعني في العشاء والأستاذ رياحي كان عماد رياحي كانوا في العشاء وفي الأخير أخذوا القرار قالوا لا نمشي للمدرب التونسي فهمتني من بعد سليم رياحي جانا اتصل فيا قال لي كلمني قال لي كل لندن جبتوا لي وكذاني في سبورتينغ لشبون ومن بعد اعتبرناه موناكو علاقتي معاه كبيرة ياسر يعني من أحسن الأشخاص اللي قابلته بحياتي. على ما خذيت سليم رياحي وقتها؟ على خدمة رياحي خد المجموعة اللي بعثهم بشيخ رايهم خيروا ياخذوا أنطوناتوس اللي هما شكون؟ صالح الثابتي صالح الثابتي و والأستاذ رياحي عماد رياحي خيروا يجيبوا فوزي البنزرتي وقتها كيف وأنا صاحبي فوزي ولكن أنا وقتها حاجه مستحيله و200 الف دولار مده 3 شهور وقت البلاي اوف ستاف كامل بلا فلوس بلا فلوس وبلا فلوس قلت لك بعد شهر عملي تليفون قال لي هاك اللي جبته لي وجبت ومع سليم جبت كادران باتريس كادران مدرب الزمالك جبته قابلت انا وياه في جامات نفس الشيء مع منتصر قعد مع منتصر يعني فانا مع سليم رياحي كان علاقه طيبه جدا تعرف لما مثلا الامارات علاقتي كبيره معه الشيء الوحيد توا يحكي لي في الاوف كما تقولوا انتم اصحابه يقول لي كانوا يقولوا لي رد بالك منه انا مكشخ رد بالك منه مكشخ قلت انا جبت عاطف تخيل انا عاطف تخيل جيته في الامارات قلت له يحب يروح قلت له عندك دو شوا يا الترج يا الافريقي واللي حاضر معنا لطفي بن زاتي قلت له اختارها وشاهد معانا اختار قال لي الافريقي كلمت ميلاد علاش اختار الافريقي؟ خاطر كلوبيست خاطر كلوبيست خاطر اخوته كلوبيستيه كلمت ميلاد مهدي ميلاد مهدي ميلاد مهدي عمل اتفقنا و يعني تعامل معهم بنفس الشيء سيرسيس الكلوب الاسبيرانس يعني ما دخلش الانتماء متاع لا لا ما دخلش الانتماء ماشي علاقتي مع الصفاقسية كبيرة ياسر ما عندك لليوم من ايام الزحاف يعني لليوم علاقة عملت معهم احلى احلى عمليات يعني اهمهم شكون؟ اهمهم تيميا ماليان لاتاكون اللي هو هونداي اللي هزيته الامارات تيني مانداي تيني مانداي هزيته خاطر بين تاوري وبين هو نجح برشا 2004 2004 في الجوز اولمبيك في اليونان بينه وبين بين تاوري هو ما كتلاثة بونتو في الماتش كنت الجريس ما كتلاثة بونتو دونك جاني نصر البدوي اليونان وفينا العمليه في اليونان برشا صفقات دونك و... لا الحمد لله وبرشا تاريخ نبيل معلول انا هزيته لاهلي جده عبد القادر بالحسن العقبي هذوكم الثلاثي يعني فهمني هزيتهم هذوما الاهم لا من ثم برشا اهم جبت ماليتولي الاول باش نرجعوا ايضا كيف يعني انا كنت نخدم مع سليم لانه سليم ماخذ معاه مساحه كبيره عرفت يسمعني انا هو في طلعته وانا قريب ليه يعني باش نجيك على سليم بعد كيف جبت ايضا من عبيه دياكيتي كيف دياكيتي هزيته من نادي من سبيرونس للنادي الجزيره الاماراتي خذ الجنسيه لعب 14 سنه في الامارات بالنسبه كيف يانيك نيانك كيف اختيار الرئيس قال لي الملاعبي هذا انا غلطت جبت له كاميروني اخر قال لي لا قبل هذا رئيس صاحبي رئيس حمد المدب اي رئيس نتاع الكلوب الجريعه قال لي لا راه لا تكون تاع بجايه فهمتني ما نعرفوش انا مشيت شفته عجبني
حكيت معاه يحب يمشي للاوروب، وذاك السو تفاهم صار لي بين وبين رئيس الترجي. شنو هو السو تفاهم؟ اللاعب يحب يمشي للاوروب. اي رجعت له يعني ما لقيتش حال. كي كيما رجعوا معايا وشافوه قرماس عجبهم، انتمائي وصداقتي لحمدي مندب والتاريخ يشهد. قال لك انت هربت من ملاعبي؟ يعني حسسني بالذنب. وهو مصحيح ملاعبي يحب يلعب في اوروبا. يلعب في اوروبا وبشهود وبالاوراق اللي عندي. في الاخير يعني ربي وفقني انه رجعته من قيمريس. انت رجعته؟ ست مرات يحجز الرئيس تاعهم تذكره الطياره. آه. باش يروح للجزائر ونبدلوها. ونبدلوها نبدلوها. في الاخير قلنا لهم خلينا نرجع للجزائر يا ايه يا لا، بما انه انا اقرب واحد للاعب. فقال جاري خرجت من قيمريس، لقيت انا ورياض في وسط الطياره من تونس للجزائر جاي قيمريس لشبون روم تونس الجي رياض معايا، مشينا وفينا العمليه وسحب الاسبيرانس 3 سنين. به ايضا من اللاعبيه موسى ماريجا، الملاعب اللي كان في بورتو مكسر الدنيا. موسى ماريجا انا شفته في بعد شفته في البرتغال. ممكن انت اما لا مش انا جبته، اما من الغرائب انا ظنت حمدي المدب ما اظن يعني انا دائما هو يستشير ستاف. فهمتني؟ ستاف اللي كان موجود قرروا يجيبوا يانيك جانك. اما هو ما يجيب فيك هو مش مختاروش. يعني شافوا فيديوهات شافوا واحد واختاروا وصحح معاه. الستاف الله يسامحه ستاف تيكينج اللي موجود وقتها اختار انه يرجع خالد بن يحيى وقتها. انا ما نتذكرش خالد بن يحيى الستاف هو اللي اختار. تتذكر كنت ما تذكرش شكون اللي يتذكر مات. اختاروا انه يرجعوا يانيك جانج. من اخر الملاعبين بسميهم يانيك جانج يعني ما نجحش في سيو يعني عرفت. ما نجح كان في الترجي. صحيح. ولد ما نجح كان في الترجي. يعني انا حبيت نقول لك انه الله وفقه ووفقني انا في اي عمليه نعملها الحمد لله. اخر ملاعبين بسميهم لك مانيتولي. مانيتولي من احسن بدايه مانيتولي من احسن من ابرز حاجه في حياتي. كي جبته ظهر لي ما قبلوش. ما قبلوش قلت لك شاد الكره تنخبط الكره ضيع بيناتي كنت للمرسى. قالوا بعد ما قالوا شكون هذايا فوتون جايبين واحد من رومانيا عامل فهمتني اختار ما اختاروش مستحيل قالوا هذا فهمتني. وبعد ولا من نفس المحترفين دخلوا تونس. دخلوا تونس وهزيتوا الاتفاق السعودي باهي. لان ما عادش حب يرجع. متابعه كثيفه قاعدين يتابعوا فينا خبر الترجي خاصه يحبوا يعرفوا اخر الاخبار نتاع الترجي خاصه. انت صاحب كما كنت تحكي صاحب برشا انت رئيس النادي يحبوا يعرفوا شنو جديد في الفريق. خلينا سي لطفي على الاخبار توا وبعد نجي نحكيوا في الموضوع. استنينا بطبيعه الاخبار مع سهيل السمعي.